وأخيرا وصلنا مدينة هارفين، عاصمة مقاطعة خيلونجيا اللي كانت في شمال الصين. الجو دابا بارد بزاف، تقريبا واحد ناقص 15 درجة. وأنا كنتواجد دابا في واحد البلاصة سميتها هارفين آيس آند سنو وورلد هنايا. المهم دابا نمشي باش نشري بيي، وغادي ندخل ان شاء الله لداخل ونوريكم الدنيا تما كي دايره. يلا خليكم معنا. اوكي هذه هي البلاصه، ولكن مازال خصنا ندخلوا لداخل. يلا دابا غادي نمشي للبوابه باش نخلصوا واحد 293 ار ام بي، وندخلوا نشوفوا ايس سكالبتشرز. البلاصة هذا نمشي نخليها باش نشري التيكيت باش ندخلوا للفستيفال ديال السنو هنا في هارفين. كلشي بكاميرات، كتدخل خصك تشيكا تمبرتشر ميجر جيت. هذا باش شريت التيكيت تقريبا شريتها ب 298 ار ام بي. انا دابا نمشي ندخل لداخل. واو absolutely great. look at the ice sculptures. oh my gosh, this is just another world really. wow. مازال في الليل غادي يشعلوا الضوء كاملين ديال هاد الايس سكالبتشرز، وغادي يبان هذاك الشيء الصراحه رائع بزاف. الضوء راه شي وحدين شاعلين فيهم الضوء، وباقي من بعد غادي يزيدوا غادي يبان هذاك الشيء بالليل الصراحه روعه. تقريبا البي باش دخلت لهنايا شريتها ب 300 ار ام بي، قلتها لكم خلاص شي 500 درهم مغربية هكاك تقريبا. يا سلام. هادشي كلشي تلج، الايس هادشي كلشي تلج، كلشي ايس. This place is called Harbin Ice Snow World. It is the best place to visit in Harbin in winter. This place is called Harbin Ice Snow World. It is full of ice sculptures as you can see. So beautiful. I love this place very much. This is all ice. يا سلام على هارفين.
وانا برد اخوتي والله الا البرد 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 ايوا الشاد هذا هو اللي كاين اخوتي. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. يلا خليكم معنا ان شاء الله فيديوهات اخرين. الله في راسكم، الله يعاون.